أهلا وسهلا بحضراتكم. الكلام عن التطعيم الروسي مرة تانية. هنا رويترز نقلت خبر مهم جدا إن WHO منظمة الصحة العالمية ابتدت تتكلم مع المعهد الروسي عن سبوتنيك في كوفيد فاكسين، ألا وهو التطعيم الروسي. لكن يا ترى ليه ال WHO بعد ما كانت واخدة موقف سلبي من التطعيم ده ابتدت تراجع نفسها؟ تعالوا نشوف التفاصيل، هنعرف السبب. خليكم معانا. هنا يا جماعة رويترز بتقول ان منظمة الصحة العالمية دخلت في نقاشات مع المعهد الروسي اللي بيصنع تطعيم سبونتيك، اللي هو الاسم التجاري يعني سبونتيك في فاكسين، اللي هو معمول علشان كوفيد 19، من اجل استخدامه وتوزيعه في بعض الدول. طيب هنعرفكم بقى ليه السبب. اول حاجة لان التطعيم الروسي اثبت ان هو افكتيف، فعال بنسبة 92% على الأقل في حماية الشخص اللي بياخده من الوباء، من الفيروس ده، بناء على الدراسات اللي ابتدت تطلع من الروسي. يبقى ده أول سبب، وده سبب مهم جدا إن لقوا إن الإفكاسي بتاعته عالية جدا، تتجاوز 92%. طيب ايه السبب التاني بقى؟ المهم ال WHO بتقول ان هي راحت لمعهد الروسي بتاع الوبائيات والميكروبيولوجي علشان يبتدوا يتناقشوا حول التطعيم الروسي. السبب التاني والمهم بقى ان التطعيم الروسي تم استخدامه فعليا في روسيا على نطاق واسع، ولم يثبت اي حالة وفاة او مضاعفات، ودي اهم نقطة بقى. لا يوجد حالات وفاة من اللي اخذت التطعيم، ولا يوجد حالات مضاعفات شديدة اخذت التطعيم. يبقى احنا هنا الشقين عندنا موجودين في التطعيم الروسي الى لغاية النهاردة. الشق الاول الامان، ان هو امن سيف. الشق التاني ان هو افكتيف فعال. هما دول الحاجتين المهمين في اي تطعيم، انه يكون فعال ويكون امن. فعال على اساس ان هو يكون بيؤدي غرضه، وامن ان هو لا يسبب اضرار جسيمة بالشخص اللي هياخده. علشان كده منظمة الصحة العالمية ابتدت تنظر الى هذا التطعيم بعين الاعتبار، وبناء على التقارير اللي هما يطلعوها اذا ثبت فعلا ان هو effective وان هو safe، هيبتدي الشغل على إنتاجه بجرعات عالية جدا وتوزيعه لدول خارج روسيا. أتمنى نكون مستفيدين.